عليكم السلام. استاذ رام، انت من رواد شارع الثقافي، واليوم انت جالس امام مشروع اقرا، شنو رايك؟ المؤسسين الحقيقه انه مشروع يعني يشار له بالبنان، يستوقف المتابع، يستوقف القارئ، يستوقف المثقف المبدع. مشروع له اهميه كبرى على انه الان في طور البدايه، ولكنه يشير على ان هذه المدينه تبقى قارئه، هذه المدينه تبقى منجبه للقارئين، منجبه للكتاب، منجبه للكلمه للابداع، ولملا فهي كلمه الابداع وكلمه مدينه الكلمه ومدينه البلاغه، مدينه سيد البلاغه امير المؤمنين عليه السلام. هذا المشروع له كثير من الدلالات، له كثير من الرسائل. من ضمن هذه الرسائل أن على الذي يرتاد الشارع الثقافي عليه أن يتصفح ما كتب المبدعون، عليه أن يقف برهة أمام الكتاب النجفي، الكتاب الإبداعي النجفي العراقي، وأيضا العناوين التي موجودة في هذا المعرض وهذا الجناح هي عناوين مهمة، عناوين يستفاد منها القارئ، يستفيد كثيرا منها، لأن هذه العناوين عناوين مهمة ترفد المكتبة العراقية والنجفية وترفد المتابع والقارئ. نحن نبارك لهيئة الإمام الصادق أو مؤسسة الإمام الصادق، مكتب فضلاء النجف، جمعية الإمام الرضا، والنعم نبارك لهم مثل هذه المشاريع الفاعلة، ونبارك لهم حضورهم الفاعل، ونبارك لهم وقفتهم المشرفة لإعلاء كلمة الحق وإعلاء الكلمة المبدعة، ونشد على أيديهم وعلى أيدي كل المتابعين والرواد الشارع الثقافي، شارع دعبل الخزاعي الثقافي في النجف الأشرف. شكرا جزيلا.